على التسيير والقدرة فيها على التسريح ونجاحها كذلك على التسيير. كما أشكر الأستاذة مها فنيش وتعاطيها مع مجال حقوق الإنسان من منظور موقعها كسياسية وتنشط في مجال السياسة وهي كذلك على أن حاليا ما بقاتش السياسة كذاب بالفن القديم إلى الآن كذب، وأن النجاح في الكذب يعني هو التفوق السياسي. هذا كذاب ما قلت عليهم وهي ناهي سياسي هذاك. هذا النوع من السياسة التي كان السياسيون يحاولون أن ينجحوا فيها بالكذب والنصب والاحتيال، هذه أصبحت في عهد حقوق الإنسان جرائم بشعة تضرب التنمية. الآن اللي باغي يدير السياسة خصو يديرها بتوابل حقوق الإنسان، وإلا فهو لا يمارس السياسة وإنما يمارس الدجل والنصب والاحتيال، وهي على رسالتها الحقوقية التي تعتمد عليها في مجال ممارستها للسياسة. كذلك أنا أحيي الدكتور نور الدين الدولي على مداخلته التي ظهر فيها كأكاديمي ملم بجميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان سواء كنصوص أو كفعل أو كمؤسسات متصلة بعضها بالبعض. أنا بلا ماشي دكتور أستاذ محمد، عندي ماستر الوقت باقي ما درناش دكتور ماشي مشكل. يعني انا كنت في بالي على ان منذ 3 سنوات اشتغلت على ماستر التنميه. عندما تتحدث عن التنميه فانك ملزم ان تطلع على اعلان حق التنميه الصادر سنه 1986. هذه الوثيقه الاعلان الصادرة عن الأمم المتحدة هي التي وضعت المفهوم والتفاصيل وشرحته وقالت للعالم إن الحل لقيام مجتمعات حقوقية أي يتحقق فيها السلم والأمن العالميين ويتحقق فيها العيش الكريم، عليكم أن تتبعوا هذه الوصفة الطبية. وبالتالي فالتنمية كوصفة راها موجودة في إعلان الحق في التنمية الصادر سنة 1986، الله يخليكم رجعوا قرأوها، لأنه اللي بغى يهضر حقوق الإنسان إذا ما قراش الإعلان هذا راه تيهضر بعيدا عن حقوق الانسان. 86 شهر في البحث ديالي انا اللي درتو والعنوان ديال البحث ديالي بالضبط هو تمثل الجماعات الترابيه للفهم التنميه. انا بغيت نعرف الجماعات الترابيه اللي هي الاختصاص ديالها وفق القوانين المنظمه لها هي التنميه، كيخلصوا الموظفين هذاك العمل التقني الاداري، ولكن الخدمة ديال الكاملة هي التنمية. حبيت نمشي عند الرئيس ديال الجماعة، كنمشي عند رئيس المسؤول على البرنامج وصياغة البرنامج التنموي، وكنسول الأطر المعينة كاع، والأطر المنتخبة، واش قلتو كاين حق في التنمية؟ حتى واحد ما تيعرفو كاع أصلا، حتى واحد ما قرا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والعهدين، وانا كنت اتهكم عليهم واقول لهم انني اسالكم عن خضره من الخضروات لونها برتقالي وهي طويله وفيها بعض الشنتفات هنا وهناك، فيقولون لي بانها خضره البطاطا. الناس لا يعرفون ما معنى التنمية أبدا ويتشدقون بهذه الكلمة ويتحدثون
عليها بشكل وقح وكأنهم يفهمون ولا يميزون ما بين التنمية كمفهوم وما بين المشاريع الاجتماعية والمشاريع الاقتصادية ومع البرامج المتعلقة بسد بعض الثغرات المتعلقة بضروريات العيش. هادشي ناس عندهم الغابة وعندهم الوالدة وعندهم بعض الحوايج ولكن القنطرة باش توصل لتما ما عندهمش. واش غادي تنصرف القنطرة بعض السلع التنمية؟ هناك كلام كثير. وبالتالي فأنا أكيد على ما قاله الدكتور نور الدين الدودي بأن حقوق الإنسان متكاملة متضامنة غير تجزئية، وأنا أضيف عليها نقطة أخرى أرجوكم أن تعودوا عليها بالنواجذ. حقوق الإنسان تعطى دفعة واحدة بالإضافة إلى أنها غير جزئية، ما تجزئهاش. إذا جزئتيها ما تبقاش حقوق الإنسان، مثل ديال السياسة اللي مفهومية غير الحقوق. إذا تكأمت كل شيء ولم تؤمن بالمساواة ما بين المرأة والرجل كدير السياسة ما كنتش حقوق الإنسان. ما آمنتيش بحق اختيار المرأة للزوج الذي سوف تتزوجه، ما تعطيهش حقوق الإنسان. اسمح لي، كدير السياسة بفهمها غير الحقوق. ما تجزئهاش حقوق الإنسان كما هي في المواثيق الدولية غير قابلة للجزئ. ولكن تقولنا يجب أن تعطى دفعة واحدة، ما تقوليش لا أجل ديال هذه ومن بعد 11 سنين غادي ننتقلوا نديروا هذا الحق هذا ومن بعد عاود ثاني واحد 50 فرع غادي البرنامج باش أنا ندير حقوق الإنسان. إذا سمحوا لي راه باقي أنا تنهضر ألف واحد مقدمة اللي تتعلق بمعرفة شنو هي حقوق الإنسان. كنتمنى ما تقوليش المقدمة ديالي بحال المقدمة ديال المغرب. انا درت بزاف اكثر من هادي. لو غنقول لكم واحد الجمله، ان التنميه هذه الكلمه هذه هذا المصطلح يعني جميع حقوق الانسان التي اصدرتها الامم المتحده. هذه صيغه واحده، كلمه واحده يعنى بها هي ذلك الجمع أو تلك الروح أو العمود الفقري اللي هو تيشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والحقوق البيئية، يعني جميع الأشياء. باش ما نوليش أنا نتكلم على أجي نتكلم على شنو وصل المغرب في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وجي نهضر عاوتاني على الحقوق المدنية والسياسية وجي نهضر على كذا، لكن في التنمية ديال الإنسان. إذا مشيتو خرجوا إلى حق التنمية ستفهمون بأن التنمية هذا المصطلح 86 حاول أنه يخلق لنا تناغم جديد لجميع مبادئ حقوق الإنسان. أريد شوية ننتقل لواحد النقطة بغيت ندير فيها شويه بحال شي ضرب جرام، بغيت نتكلم لكم على بعض الخروقات في مجال حقوق الانسان والتي تبين لنا بان المغرب لا زال بعيدا عن تحقيق مفهوم التنميه. مفهوم التنميه معناه جميع حقوق الانسان في تناغمها وفي تكاملها وفي عدم جزئيها ودفعة واحدة. إذا حقوق الإنسان في المغرب ما كانش دفعة واحدة، إذا نحن لا زلنا لم نصل إلى المفهوم التنموي لحقوق الإنسان. بغيت نتكلم لكم على التعليم وبعد ننتقل للصحة. وغادي نمشي لبعض النقط بسرعة باش ننطلش. إذا وفي نفس الوقت أنا وضع في الاعتبار بأنني أمام طلبة يبحثون. أنا طلبة يبحثون أذكياء
وأن المجالات الحالية كاملة هي يجب أن تكون من منظور حقوق إمام جيتي أردت تلقى حد مقيسا. لذلك فإنني أنا أمثلة في البحث ديالي قلت التنمية هي علم جديد، علم جديد لإدارة العالم. التنمية علم جديد لإدارة العالم. إدارة العالم من الدولة، الدولة يجب أن تدار إدارة تنموية حقوقية. من أعلى مؤسسة في العالم هي الدول إلى أصغر مقاولة. راه إلا مشيتي للقهوة وعطوك قهوة رديئة هذاك خرق حقوقي. لأنه عطاني قهوة رديئة خرقات مجموعة من الحقوق. في الصحة يقدر يدير ليا شي مشكل في صحتي، القهوة رديئة نسخة تعطيني المعدة أو تعطيني شي حاجة أو تسمم إلى آخره. كاين تيولي لك الإنسان ما عندوش الشفافية، تيولي أنه يسرق أموال الآخرين بدون سبب المشروع، تيولي يعني كنسميو هنا الرزق هذا المشروع. إذا عدم النزاهة، عدم النزاهة، خط النزاهة. إذا حتى الأصغر مقاولة يجب أن تحترم جميع مبادئ حقوق الإنسان. إذا التنمية هي علم جديد لإدارة العالم. اللي بغى يقرر كذلك حتى التاريخ الجغرافيا أو التربية الإسلامية خصو يكون تستخدم مبادئ حقوق الإنسان. الآن أصبحت حقوق الإنسان أو التنمية علم جديد يجب أن يكون حاضرا بالوسائل، يجب أن تكون عند كل شخص يمارس أي ممارسة ذات صلة بالإنسان، يجب أن تكون تلتزم بمعايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وباقي المبادئ الحقوقية. إذا نمشيو للتعليم بلا تكون باش ما نطرحوش، نهضر ما نطرحوش نسكت، ولكن تنقول الإخوة المنظمين اللي غادي يكونوا يساليو ويخبروني باش نسالي شوية الخدمة. حنا في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان نعتبروا التعليم أولا تستعمل واحد الشعار في الأول في 2001، واحد الشعار التمتع بالحق في الصحة هو مدخل لباقي الحقوق. ماشي أنا ما عنديش، أنا خايف ندخل السبيطار غادي يدخلوا لي تما، ما عندي لا طبيب لا كوف لا سبيطارات لا أجهزة، وأنا كندابز على حق تأسيس الجمعيات والأحزاب والمظاهرات وأنا خايف على صحتي نموت. كانت بناء هذا الشعار حق في الصحة مدخل للتمتع بباقي الحقوق. كنا كنركزوا على هذا المفهوم هذا، وكنلقينا وقلنا فقرا لقينا بأن المغرب يعني بلد لا يهتم بصحة الإنسان. أي أمو حتى الإنسان في الحياة الخاصة ديالو كيقول يمشي يمشي وصفة ديال الأم ديالو يعاود يمشي عند الطبيب. وما عندناش نقول لكم ديك الحاجة، وقع أي واحد فيكم غادي يكون خدا تجربة تيمشي كيدوز يقول الطبيب فيك هذا هو ما فيش، نقدر نقول تيدير العملية على هذه وبالخارج يعطي الأخر يقول لا لا لا. أمثلة خطيرة كثيرة، شحال واحد مات، شحال واحد أصيب بعاهة إلى آخره، هذا موضوع. لكن حنا كنشتغلوا على هذا الموضوع اكتشفنا بأن هذا الحق هو مندمج في الحقيقة، هو مؤسس على الحق في التعليم. التعليم هو الأساس، هو الأساس، ويكون هو الأساس. تنضع في الاعتبار بأن على الدولة أن تدمج وأن تربط الحق في الصحة في الحق في التعليم، جوج مربوطين. وأنا شحال مرة طالبت بفتح الدولة لكليات للطب، زدنا واحد 100% من العدد ديال كليات الطب يزادوا في المغرب، وتسهيل الولوج الى الطب وجميع تخصصات الطب حتى الصيادله. علاش هو مرتبط هذا بالتعليم؟ التعليم وكذلك غادي يخرج 100 اطباء
من جميع التخصصات والممرضين والصيادلة، وعلي الدولة أن تنشرهم في جميع مناطق المغرب، في البوادي والقرى، وتغطية هذا المجال الفظيع. إذا من هنا أنا ألحق وأعطي بلد كضرر الحق للتعليم والحق في الصحة كبلدية بجوج في كرة واحدة. والدكتور راه قاس شوية الحق في الصحة في اللحظة ديال الكورونا، عندنا تقرير طويل فضائح اللي لقينا، لقينا ما بقى ما كاين حتى حق في المغرب في هذا العام ديال الكورونا. جات الكورونا صحتنا على جميع المستويات، كاين حتى واحد المستوى واحد في الاخر غادي ندخل. هو اللي لقينا ان الدولة يعطيها قيمة وجدية فيه. ترى الاخر غادي ندخل، هو ايجابية. ايجابية. ما كيتبقى الاخر. ايجابية. إذا التعليم، أنا اليوم كنت كنهضر كنقول التعليم، حنا في المؤتمر ديالنا، درنا المؤتمر السابق درنا الشعار ديالو حول التعليم، درنا العام ديال 2019، درنا سنة ديال النضال حول التعليم، ولكن أشنو التعليم؟ تابعوا معايا، التعليم حقوقي، أشنو؟ إجباري. إجباري 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 إجباري، مجاني، متاح. شنو متاح؟ متاح هو مثلا ملي كنبغي ندخل الكلية ما نلقاش عراقي، بغي يدير المصر ما نلقاش عراقي، اللي بغى يدير المصر يمشي يدير المصر، يلقى المكان ديالو في المصر، اللي بغى طلبة ديال الدكتورة نلقى التعليم متاح في مجال التعليم الجامعي. لا في المغرب هنا ولا هاد النوع ديال التعليم ولا سوق، هالرشواه هالابتزاز هكذا هكذا الى اخره. وانا شخصيا وجمعية الدفاع راه نشاط الموضوع هذا، وراه احنا الراي العام تاعنا فاش فاشل. اذا متاح، ديمقراطي، عقلاني، علماني، موحد. كي غادي ينزعج في الكلمه علماني وعقلاني، ونبغي باش نشرح لكم هذا التعليم. هذا التعليم هذا كيبان لي هو مربط الخرز، اكبر خط يتمرسح في حق المغاربه وتيخلينا متخلفين، اللور كيخلينا فقراء ومتخلفين جوج. التعليم تعطي فرصه لان تخرج من الفقر، بدل تخليو الجهل تبقى الفقر. يجيكم موحد، ما بقيتش انا التعليم في المغرب يبقى عندنا التعليم العصري والتعليم العاتق. التعليم العصري والتعليم وبجانبه التعليم العاتق، ما نفسش التعليم العاتق ماشي قراو، حيت هادشي راه خطير مهم جدا. التعليم العاتق هو الميز ما بين المغاربه، الدوله عاجزه على ان تعطي التعليم العصري لجميع المغاربه بشكل متكافئ. تكافؤ الفرص ضرب هنا، مبدا تكافؤ الفرص مشى. إذا ما كاينش حقوق الإنسان في ترابطها وفي تكاملها وفي عدم جزئها ودفعة واحدة. جزء من المغاربة مشاو للتعليم العاطفي، التعليم كيجلسوا على الإحصائية ويجلسوا ما تيقراو فقط غير شي قصائد شعرية نحو والآية القرآن ماشي مشكل، ولكن تشرحوها لهم واحد الشرح عاوتاني مع إخواني داخلين الوهابيين داخلين ما نعرفوش. الإمام مالك ما بقاش يعرفوا كاع الفقهاء ديالنا، ما بقاوش كيعرفوا الامام مالك وشنو هي مالك. وانا بالمناسبه راني محامي، محامي وقريت الشريعه وقريت الفكر الاسلامي في قرينات في الدروس، وتنعرف شنو كنقول، وتنعرف التداخل والعلاقه ما بين جميع المذاهب، جميع المذاهب تنعرف. وبعد القرايه اللي قريتها انا محدثي كمحامي ملزم عليا انني نقرا جميع التيارات والمذاهب الاسلاميه. علاش؟ لان المدونه الاسره كتدخل في العقار، في القسمه، في بزاف ديال الحقول باش نخدم مدونه الاسره. تيقول لك اذا ما كانش شي نص المدونه رجوع الى مذاهب الى مذهب الامام مالك والى كذلك اجتهادات الاسلام السمح. اذا خصني نقرا كل شيء،
ونجي. انا قصدي لي واحد شو يقولش واحد في الغادي يجي تدخل الشريعه ماشي الاقتصاد ديال الجوامع. هذوك الجوامع هو اللي ماشي الاقتصاد ديالهم، خصهم يسكتوا وخصهم يتحيدوا من الجوامع، خصهم يمشيو يديروا خطى في الجوامع. هما الاساتذه ديال الجامعات ورجال التعليم اللي هما عندهم صله بهذا التكوين هذا، خصهم شي تحيد. هذا حق الدين اخر حتى هو فيه خرق حقوق الانسان، خرق في التعليم. اذا واحد ما خصوش يكون كل تعليم عصري، كل يكون تعليم عصري علماني. ما معنى علماني؟ علماني هو ان لا تمكن التلميذ الصغير من تفسير معين. شوف يدير واحد التفسير ما بين عشرات التفاسير في مذهب واحد، وأن أجيش عواطف الطفل على تدين معين، في حين أنه كل شخص مثل المسلم لا يشبه تدين شخص آخر ولو كانوا خوت ضربة ولو كانوا في مذهب واحد. دائما كاين اختلافات وتمثلات، لأن في القرآن كاين هذيك الجملة الآية الكريمة اللي تدخل بي بتدبر القرآن. تدبر القرآن ما تدبرش شخصيا، ما يمكنش أنا التدبر ديالي أنا نكون لواحد آخر، نستنك لا، حيت التدبر يدفع الإنسان إلى أن يقرأ القرآن، إلا ما قرأتش القرآن ما حدش من يدبره. شو كان تسمع واحد آخر تيقول التدبر ديالو؟ لا، هذا هو التفسير العلماني اللي تقول لكم، اقرأوا القرآن وتدبره أنت. هذا فهميك ولا ما قريتي شيء باش تكون انت بانك مسلم. ولكن هناك تلقين التلميذ يدخلوا في التاريخ كيزورونه ويدخلوا واحد النظريه معينه في الجغرافيا كذلك. راه كاين امثله، انا ما خصني نطول، انا راه نعطيكم امثله ديال الاشياء التزوير كله تزوير التاريخ والجغرافيا في الفكر في الفلسفة. ملي كنقراو في الفلسفة كنقراو وين نقراو أرسطو كنلقاو فيه مشاكل، وين نقراو الفارابي كنلقاو فيه مشاكل، وين نقراو السعودية الأموية مشاكل، العباسية مشاكل، ما كاينش. العلمانية هي الموضوعية، التعاطي الموضوعي مع أي حدث واحترام اعتقادات الناس. راه ماشي هي بالحال والبدل، لا، هي الموضوعية، هي النزاهة. كنت أقول العلمانية هي حماية جميع المتدينين وتمثلاتهم. عطيتكم واحد الفكرة كتضحكني، وكل عام كتعاود. حنا عندنا إمارة مؤمنين في المغرب، إمارة مؤمنين في المغرب بمعنى إمارة لحماية جميع التمثلات الدينية، اليهود المسيحيين مسلمين الشيعة السنة، وإمارة المؤمنين تحمي الجميع، تحمي فرض تمثل ديالو. كل مرة تيقرب رمضان دوك المواطنين الذين يشربون الخمر يتوقفون من شرب الخمر، يعني قبل بدء رمضان بأربعين يوم، والبعض ثلاث ايام ينضبط للقرار يعني ديال الدوله ثلاث ايام اغلاق جميع الحانات الى اخره. انا ما عمريش شي نص في 40 يوم، وتعطى تفاسير كثيره. هناك العديد من المسلمين الذين يشربون الخمر في ايام ويصوم فيه. انا نعطيكم 13 تمثل ديال المغاربه اللي انا عشتهم في التمثيلات كيف النقطه ديال الضوء. فيها ثلاثه، فيها ثلاثه ديال التمثلات الاهليه عند الناس، ولكن لا يمكن ان اسمي اي شخص بانه كافر. هذا راه كيعيش الغداد وهذوك الشاربين. اذا تلبيكم التمثلات، التمثلات، وبالتالي فيمنع العلمانية تمنع سيطرة أي تمثل. الأمور عند أشخاص عندهم وحدهم وأن تعايش.
خاص عقباني راه كاين اللي مراتو في الجاي عزيز صافا شتي كذلك الطفلة والطفل يجب أن يكون التعليم ديمقراطي مي إلا بقى تنكبر إلا بقى الطفلة وحدها ما دخلتش المدرسة وصلت سن ديال التمدروس وما دخلتش المدرسة ما كاينش تنمية. أنا متطرف في هذا المجال هذا في حين أنه هنا عندنا جودة. لا أنا قريت التقرير ديال رئيس الحكومة حاول تدبير ديال جميع القطاعات كل شيء ولكن مش تبان التعليم. أنا درت فيها شي حاجة ودرنا فيها هنا جميع درنا فيها شي حاجة ولكن بغيت نقول لكم شي أرقام. على فضل الله أكبر على فضل الله أكبر هيك كنستعمل الديدة أنا باش انا توقع في المسرحية هذا الشيء مهم بالنسبة لي انا حتى انا خليت الخدمة ديالي وجيت هنا تما السنة ديال 2018 و2019 عندنا 11,032 مؤسسة ديال التعليم ابتدائية منها 7,980 ابتدائي 134 مدرسة جامعاتية و 2007 ديال الثانوي الإعدادي و 1236 ثانوي تأهيلي عدد الأساتذة 240,000 هذه الأرقام هذه بائسة جدا وحنايا مشيت عاوتاني نشوف الإحصائية الجديدة ديال 2020 ولقيت بأن المغرب تقريبا عيني وصل 37 مليون نسمة هي 0.9 هذيك الأرقام يعني أنا قلت 37 مليون شيء خطير أنه يكون عندنا 240,000 فين حتى البواب؟ ها؟ فين حتى البواب؟ حتى هو بحسب هذه أنا قلت الأساتذة ما عرفتش هذوك الشيء لا غير أنا حيت أنا كمحامي كنت وصلت لشي حوايج كتوفي فيها أنه كاين اللي كيتشكى في نزاعات مع الإدارة مع الدولة ديال رجال التعليم قلت أنا معين في المدرسة ما كايناش في الواقع كاين غير الوراق ولكن تقريبا دخلوا على اساس انه راه كاين مدارس عندنا استاذ كيتشكي ليا تيقول لي ودي انا مشيت واحد المنطقه داروا لي شطه ما فوتاش لان كاين الارغام كاين هضره على والو وكاين واحد كيقرا لي ولد الشيخ قال له واش لا كنهضر معكم شي صح قال له انا ندي معايا التطوان نردو نقري قالوا لا سته تبقى هنايا في هذه المنطقه هذه بمعنى ان الواقع انا غنقول لكم هذه الارقام هذه أنا مشكك جدا لأنه حلفتي أو رسالتي مهنية وأنا كنظر فيها اللي كتبين لي البشاعة ديال الواقع دابا هاد الأرقام هادو راه ما وصلش حتى النص ديال الأطفال اللي كيوصلوا للمدروس هذاك النص اللي ما وصلنالوش سمعوا غادي تنتقل التعليم الأولي دابا كنهضر على التعليم الأولي ماشي الهضر المدرسي أما الهضر المدرسي مصيبة لا يحدث مستر دخلوا البوابة ديال رئاسة الحكومة غتلقاو التقرير الأخير ديال رئيس الحكومة وسيروا الباب الرابع قراوة في التعليم أما الأبواب الأخرى مصيبة غتموتوا بالضحك انتقلت النسب من 56.5% هذه نسبة وطنية خلال السنة الدراسية ديال من 2014-2015 إلى 49% طاح التعليم خلال 2017-2018 حنا كنتمناو أنه تزاد النسبة ديال التندروس أن التلاميذ اللي وصلوا 7 سنين البنات والكرة تطلع النسب يا ولاد عباد الله هادشي ماشي خطير هادشي ماشي راه المجتمع يتهدم والدولة تتهدم راه ما غنلقاوش الأطور اللي ما غنلقاوش الأطباء ما غنلقاوش المهندسين ما غنلقاوش القضاة المحامين رجال التعليم المستويات الأكاديمية ما غنلقاو حتى حاجة حيت طاح الرقم شوفوا الرقم اللي شحال طاح بالنسبة للإناث من 40.1% إلى 45 لا عفوا 35
نقص يعني اكثر من 50 اكثر من 5%. بالنسبه للوسط القروي كذلك 40%، لا بالنسبه للاناث راه كاين 50.1 تحت ال 45. صافي بالنسبه للاناث 40.1 الى عفوا بالنسبه للوسط القروي تحت عنده كذلك النسبه ديال الولوج من 40.1 الى 35.3. بالنسبه للجميع ذكورا واناثا من 27.4% الى 26.9%. يعني لماذا 2015 لهنايا حنا بشكل مهول بهاد النسب هذا وهبطنا بما يفوق 5% من عدم الوصول الى المدرسه ديالي. انا حاولت ندير مقارنه مع فرنسا، راه الدوله كما قلت سيرو ديروا مقارنه مع فرنسا. فرنسا عندها تعليم 100% اجباري مجاني علماني ما كاينش طاش. النسب طاحت ولكن النسب طاحت، ولكن علاش طاحت؟ بالنسبه للولادة طاح في 30 سنه الاخيره، يعني ولادك راه كلشي كيقرا، النسب ديالها كلشي كيقرا، ما كاينش. يقدر هي شويه خير خلاص، ولكن انا خصني نقارن راسي مع دوله اوروبيه ناجحه وفيها حقوق الانسان، خصني نقارن راسي مع دوله اخرى. اما في ميدان الصحه ما عرفتش يعني كذلك راه النسب تتخلع ما عندناش غادي الباب وعاد. انا عندي الاحصائيات يعني هي خطيره وشفت واحد الجدول تنقلب يعني عدد السكان شحال الاطباء الكل 10,000 مشكله. تلقاو راسنا حنايا بانه راه واخا نشدو الصف ما غنزوجش طبيب. عندي عدد الاطباء مثلا في فرنسا راه ديال فيها 65 مليون، عدد الاطباء 227,683 عندها 32 اكثر من 10,000. حنايا راه حنايا والله شي حاجه يسكن ديالو في 14 حاله يقول لي 1000، وعندنا مستوى العلاج الاولي 2012 استشفاء. شوف انا غادي نحيلكم على المقارنه. حنا عندنا القطاعين ديال الصحه والتعليم مهول بشكل كبير، وسأل الوجه وجهه في الاكسر غادي نمشي لكم الدستور فصل 32 ما نقراش لكم عزيز ونرجعوا باش نرجعوا باش تعرفوا علاش كنهضر. كنت نسيت في الوجهه ما غاديش نفوت واحد جوج دقائق وقت الطايب الا سمحتوا حول حقوق المرأة والطفل. حنا باقي عندنا انتهاكات ديال حقوق الطفل، باقي عندنا أطفال الزنا، باقي عندنا مدونة الأسرة لم تجد حلا للطفل. لأنو هاد السيدة كيدخل للدستور يمشي لفصل 32. عندنا أطفال الذين يولدون بطريقة غير شرعية، معنا مثلا خارج الزواج. هاد الأسرة الأم مع هاد الإبن ديالها أو الإبنة أو هاد جوج أطفال اللي عندها بدون زواج كتسمى أسرة غير دستورية، ما عندها بحقوق. هذا خلق سيفي كذلك في حق الأطفال. القانون اللي تيقول لك أودي هذاك الطفل اللي كيولد مع جوج أب خصو نشغلو شي بوان مسمية عبد. القانون ديال فاش خرجنا في الموديل دابا اللي يسمي با الله ولا قاعدة الله الإسلام غادي يتهم بأنه واخا يكون با مسمية إسلام متعقد يتهموا بأنه ابن زينة. الدول الأوروبية ما عندهاش أبناء زينة، تيكون الطفل تيتولد واخا الأب بيولوجي ديالو ماشي عن زواج
يجب أن ينسب لأبيه البيولوجي ولا ليس في أي تعارض مادي. لذلك نحن نطالب ب إزالة ذلك التمييز ما بين البنوة البيولوجية والبنوة الشرعية حتى يكون عندنا واحد. إحنا تنضمروا الأطفال ما تنعرفوش الأطفال اللي كنقنعتهم بهذا الاسم تلك الوصلة تتعرفوا الواقعة وتولوا مجرمين وتولوا مرضى نفسانيين ما كنعرفوش ماذا تأثير هذا العنف المجتمعي والعنف ديال الدولة على الأبناء ديالنا. هذا إنسان، إنسان عنده الكرامة ديالو كما كاينة وكما كيشير هذا القرآن الكريم. نحن البشر هم الذين نظلم كرامة الناس وكرامة الأطفال. المرأة كذلك بسرعة. المرأة في المدونة كذلك مربوطة في هذه الملفات بشكل خطير. المرأة التي تحمل المسؤولية ديال التربية وديال النسب وديال المشاكل كلها في هذه الحالات وخبر وخا الاغتصاب وخا نجح الاغتصاب وخا عندي قرار ديال الاغتصاب هو عندي ولات الخبرة وتشوف أن الطفل ولدك السيد المغتصب لا غير شرعي القدر ما عرفش يستدلوا على شي قواعد. هذا المشكل كذلك كيطرح أخوين بغيت ننهي واحد النقطة يمكن تشيل عندكم شوية الجدال وأنا لا يمكن أن أخذ الأسئلة رغم أنني مجوز الكثير ديال النقاط ديال الجدل. عندنا حول المسائل اللي كتطرح حاليا حول الخيانة الزوجية والفساد أو الجنس وعدم الجريمية أو الجريمية أو البقاء على الجريمية. السياسة الجنائية ديال المغرب حاليا لا تعتقل الممارسة الجنسية بين أشخاص غير متزوج. هي كيتعاقدوا بجريمة الفساد أي العلاقة الجنسية بين الراشدين غير متزوجين كيتحكموا في حال صامت. لكن إذا كانت العلاقة الزوجيه تخيلوا انه عندنا جوج ديال الاشخاص ضبطوا في اطار الخيانه الزوجيه يعني الرجل مزوج والمراه هي مزوجه. تخيلوا معي تطبيقا للفصول ديال كتعاقب هذا الشيء خاصه الفصل 192 193 انه لا يمكن ان تقوم هذه التهمه الا بتشبث الازواج الزوجه والزوج بالشكاية. ولكن ليش أقول تنازل؟ تسقط المتابعة. إذن أن الأمر متعلق ويخص الزوجين وليس المجتمع. ياك؟ ولكن لماذا لا يتم تطبيق هذا الموضوع على الأشخاص غير المتزوجين بل هم يعتقلون 48 ساعة ويحالون على المحاكمة ويدانون وما عندهم لا أولاد لا أزواج لا تشاجع حرام. النيابة العامة تنتصب طرف المدينة تدافع عن المجتمع. هل تغيب النيابة العامة والمجتمع عن الأزواج؟ هل تغيب؟ لا غير تنازل ضيعهم الأسبوع الجاي يمكن انت تاكل نص الفيل ويجيب عاوتاني التنازل عاوتاني وكذا وعاود الشهر الجاي عاوتاني وطبيعي جريمه. اذا الامر كيطرح لنا واحد التساؤل كبير جدا في التعاطي مع هذا الملف الكبير خاصه وانه كتكون عندنا الاطفال والمجتمع لا يرحم وكيتشد الاب والام ولا الام وكذا شيء والابناء والحومه خصهم يغادروا ذلك الحي الابناء وحتى الاسره الاباء العائلات يغادرون الحي الذي كانوا يسكنون فيه. لماذا يمشوا؟ هل القانون المغربي لا يعاقب على الجنس الذي يمارس بين الازواج في حاله التنازل؟ هو ما كيعرفش هذا الجنس هذا. تخاف على الجنس الاخر لانه في كاع المشاكل ما كاينش جوج ديال الاشخاص احرار ما عندهم لا ولاد لا شي حاجه ما كاينش غيضر سمعة الأبناء التمروس إلى آخره. إي ماشي عقد الزواج، ما كاين لا مشكل. وكيتعاقبوا ولكن كنعتقلوا
الازواج اذا ما كانش تنازل تعتبروهم وتقريبا العقوبه هي عام ممكن كيدي شهور حتى العام ياك. والاطفال هم الضحيه الاكبر في الظروف النفسيه ديالهم صغار في الظروف التندرس ديالهم تبقوا معقدين دائما تبقوا مشكل. لماذا لا تتغير سياسه الدوله في هذا الموضوع خاصه انهم يكون التنازل تسقط الدعوه تسقط المتابعه ولا فعل لا مابقاش الفعل. اخليكم الى ما تدخلوا هذا المنطلق المفهوم وشوفوا هل المغرب يعيش واحد التناقض صارخ في التعاطي مع هذا الموضوع. يعني يجب ان ننظر الى الاسره من جديد نظره اخرى علاقه بالفصل. الاثنين كيجيو من الدستور علاقه بهذا التناقض اللي كاين. وانا كنعقل انا الشهر اللي بدينا كنحسوا انه زادت السياسه الجنائيه انه اللي متورطين في الفساد اللي متورطين في الفساد يتحكموا في هذا الصراحه هما السوق العالمي به السياسه الجنائيه. لكن كنعرفوا انه ملي كتوقع حتى شي حاجه من هذا النوع هذا سواء حتى المزوجين الاسر كاملين كيتكبوا كيجريوا للمحكمه خاصهم يطلقوا الناس وكيوقفوا معاهم. بما ان المجتمع يتعامل بتضامن مع المتورطين ويبحثون عن السرقة. أنتم جميعا الآن تدور في أذهانكم تلك المقولة الدينية الإسلامية ستروا. وكذلك هناك دراسات وإذا كنتم تعلمون معي هذا الشيء هذا الزنا هو الجنس التقديم والجنس العلني. والمسطره القرانيه كما كنسميها في باقي المحاكم هي تفترض اربعه شهداء يعني شهود مبالغه في شهداء يعني شهود صحيح يعني ما كيكتبوش وتقي ان يروا الفعل الخيط يعني الفعل ممارسات يعني انا كنسميها ان يكون الفعل لا زال قائما بكامله. وإلا من جاء بدون الأربعة سيأخذ 80 جلدة أما الزاني عنده 100 جلدة والفقير 20. إذا عم افترق إسلامي في دولة إسلامية ما تضبط الحديث هذا. إذا شوف المسطرة الحكيمة القرآنية كيف تتعامل مع الطبيعة البشرية. ولا يقصدون بأن الدين الإسلامي هو أذكى دين وأذكى شيء تعاملا مع المسألة الجنسية عند تاريخ البشري. لكن اجتهادات الفقهاء المتخلفين او العاجزين او ذوي ثقافات معينه الذين دخلوا الاسلام وشرحوا هم الذين ادخلوا لنا اجتهادات متخلفه لا تتماشى مع تلك الحكمه القرانيه في التعامل مع الطبيعه البشريه. الطبيعه الانسانيه البشريه واحد الشهود المجموعه رغم طلبه ديال الحقوق لكنكم سبقتم تعمقوا وانتم المجهر على النوع ديال القضايا اللي هي شركه تتعلق بحقوق الانسان وقضوا مع اوروبا. وشكرا على الانصات واستحمالي واستحمال هذه الاسئله. شكرا جزيلا.